أيها الإخوة والأخوات، هنالك مفارقة عجيبة عند أغلب الناس في التعامل مع هذه العبارتين: اللهم إنا نسألك رزقا حلالا، والعبارة الثانية: اللهم إنا نسألك الجنة. فأتمنى أن تشاهدوا حتى النهاية. الأول يقول: اللهم إني أسألك رزقا حلالا. أضرب لكم مثال. مثلا الفلاح يقوم بحراثة الأرض، بتقطيعها إلى مربعات صغيرة، يقوم بإلقاء البذور بين الطين بين التراب، يقوم بسقيها. هذا شيء يحمد عليه الإنسان، أن يطلب الرزق من الله مع بذل السبب. لكن في المقابل، في العبارة الثانية: اللهم إنا نسألك الجنة. يا أخي، ماذا قدمت من عمل حتى تطلب من الله سبحانه وتعالى الجنة؟ تحتاج إلى عمل. حافظت على الصلوات الخمس في وقتها؟ الأغلب يقول لا. أديت زكاة مالك؟ تصدقت؟ الله غفور رحيم. هل أنت حسن الخلق؟ رحمة الله واسعة. يا أخي، مثل ما طبقت في رزق الدنيا، أنت لو أقول لك مثلا أنت مزارع، يا أخي لا تحرث ولا شيء، الرزق من الله، تقول أنت مجنون، أنا أجي الرزق. لابد ما تعب وأحرث وأسقي وأقطع وأنتبع المزروعات حتى يأتي الرزق والمحصول وفيه. فكذلك الجنة تحتاج إلى بذل وتحتاج إلى عمل. وفقنا الله وإياكم إلى كل بر وخير وتقوى، وانشروا لتعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.